أسأل الله أوقاتكم بجمال الحياة ولذة الحياة، وأرزاق الله تعالى لا 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 تعد ولا تحصى. بهذه المناسبة السعيدة الجليلة المباركة، كل عام والجميع بخير، كل عام والأمة الإسلامية تعينعم بحياة كريمة بصحة والعافية، وللأمة البشرية أجمع. بهذه المناسبة السعيدة نسأل الله تعالى يتقبل بأن تصبح أيام مباركة لجميع الأمة البشرية انطلاقا من الأمة الإسلامية. فالإسلام انطلق من السلام وتعايش السلم والتسامح، فالإسلام دين التسامح. لتكون المناسبة هذه السعيدة حتى يأتي مزيدا من الفرج انطلاقا من الأمة الإسلامية إلى جميع الأمة البشرية، فلتنطلق من هنا بحيث السلام كلمة يراح كل إنسان طموح، كل إنسان يريد يعيش في سلام. لكن عندما تحصل هذه الصدمات البشرية منطلقة من مبادئ مختلفة، سواء اختلافات في العقيدة أو في الدين أو في المذهب أو في اللون أو في الشكل أو في التقاليد أو في اللغة أو في الثقافة أو في المال أو في العلم أو ما شابه ذلك، فنسأل الله تعالى بأن لتكون مبادرة من الأمة الإسلامية للعالم بأكملها، بحيث أن السلام ينطلق من مبدأ تقدير القيم البشرية العظيمة التي يمتلكها كل إنسان دون أي تمييز أو استثناء. ونسأل الله تعالى لتبدأ هذا مرحلة الانطلاق من الأمة الإسلامية، بحيث أن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فالتغيير إلى الأفضل والأحسن، بحيث أن التسامح وبداية مرحلة جديدة صفحة جديدة التعايش السلم وتجنب الانتقامات البشرية والاختتالات البشرية والنزاعات التي لا جدوى منها. نسأل الله تعالى بحيث أن لكل مسلم وهو يرسل رسالته إلى العالم رسالة السلام، بحيث الإسلام انطلق من السلام، مرادفات الإسلام السلام السلم السالم. لذلك نرجو من الأمة الإسلامية التقبل بأن لا يمكن لجميع الأمة البشرية تكون أمة واحدة من حيث اللون أو العقيدة أو المذهب أو اللون أو الشكل أو العقيدة أو الدين أو الآخرة، بحيث أن يقبل هذا الدين على المستوى البشرية أجمع من أقصى مشارق إلى أقصى مغارب ومن أقصى شمالا إلى أقصى جنوبا على الكرة الأرضية جميع بلدان العالم. وهذا التقبل يحدث عندما يأتي كل مسلم ليقول أنا التغيير، تغيير طبق ما أراد الله تعالى مني كمسلم، أن أتسامح مع غيره وتقبل تعايش مع غيره وأقدر قيم البشرية العظيمة التي يمتلكها كل إنسان الذي مهما كان اختلفنا معه ومن بينها في اختلافات العقيدة والدين وإلى آخره.
وحتى لتكتمل هذه رسالة السلام، عندما يعلن كل مسلم بقدر المستطاع، كل من اللي يستطيع يعلن السلام وتسامح، وحذف صفحة الماضي ببداية الصفحة الجديدة، بحيث الله سبحانه وتعالى لم يغفل ولم يخطأ. هنا خلق كل إنسان بمختلف انتماءاته البشرية مهما كان الاختلافات. بذلك ليكتشف كل إنسان انطلاقا من كل مسلم، ليقول الرسالة هذه لكل إنسان يقابله، أن جميع البشرية تجمع الأمة البشرية أجمع بمبادئ ثلاثة التي تجمع كل إنسان مع أي إنسان آخر مهما كان هذا الاختلاف: مصدر الخلقة، التكوينية الجسدية والروحية، والأحلام والطموحات البشرية. لا يوجد مستحيل في هذا العالم، والتغيير يبدأ من الذات، والتغيير يحدث عندما كل واحد يقول أنا التغيير. فالله تعالى يحب المتوكلين، كل من الذي يتوكل بحسن الإرادة والنية والعزيمة. وأيضا من جانب آخر، فعلا الإنسان تصرفاته ومعاملته مع الآخرين تنطلق من مبدأ التفكير الذهنية، عما يستوعب من العلم والمعلومات والأفكار والإلى آخره، ويخزنها من داخل الخلايا العصبية في مخ الإنسان تحديدا، وكيف يقوم باتخاذ القرارات والنظر بالأحداث والنظر بالآخرين انطلاقا من طريقة التفكير وتخزين هذه المعلومات واتخاذ القرارات وتحليل المعلومات والأحداث الدنيوية. بذلك كان الأهم دور الهيكوباثي في دراسة كيفية إعادة إنعاش مخ كل إنسان، جزء لا يتجزأ من منظومة كاملة لجسم الإنسان، في تغذية المخ من المكملات الأساسية التي بالأساس تعتمد عليها كل خلية في مخ الإنسان، وهكذا كل خلية في جسم الإنسان بأكمله. وفعلا عندما يتغذى الإنسان بهذه المكملات الأساسية، وهي الوقود الأساسية في عملية التفكير واتخاذ القرارات والنظر بالأحداث والنتائج المترتبة على أي تصرف أو سلوك أو معاملة مع الآخرين، نحو عالم أفضل تزدهر البشرية بحياة كريمة بعيدا عن الكراهية والانتقام والاقتتال وكل ذلك. لا يجد منها إلا تدهور الأوضاع من سوء إلى أسوأ. كل عام والجميع بخير، بهذه المناسبة السعيدة عيد الفطر المبارك لعام 2022 ميلادية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.